شو رايك بفعاليه ميكس اند منتر اليوم؟ الجو حماسي بشكل كبير. You get to know more people، تتعرف على ناس جدد في نفس مجالك او مجالات كومبلمنتري، وهذا شيء رائع جدا بصراحة، وواحد من أهم الأهداف في مثل الإيفنتات. الشيء الجميل على الطاولات كان في أشياء كثيرة مشتركة بين الرواد، مشاكل مشتركة، وتلقى حلول مختلفة لنفس المشكلة، وهذا شيء بعد مثير للاهتمام. يعني المشكلة الواحدة لا تنحل بحل واحد، في أكثر من حلول وكلها توركس. من ناحية الفعاليات، في فعاليات كثيرة بالنسبة لريادة الأعمال، لكن فعالية تربط بشكل مباشر ريادة الأعمال انتربرنور مع المرشد مع المنتور، هذه أول تجربة لي شخصيا، يعني أول فعالية أحضرها، وجدا جدا تجربة رائعة. والشخصيات الموجودين هنا هم شخصيات، يعني لو كنت بقول أشوف ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية راح تنبع من هؤلاء الأشخاص الموجودين هنا. والله كان مميز إلى حد أنه بتشوفي كيف السوق، كيف العالم بتفكر، كيف الكبير كيف الصغير، كيف اللي عنده الفكرة بده يوصل، كيف اللي بده يبلش بفكرة، أو كيف أهل الخبرة من دكاترة من محاضرين من ناس أخذوا، يعني من ناس بلشوا كأنتربرينورز ووصلوا وصار عندهم بصمة بالمجتمع وبالعالم وبالسوق بالماركت أتسترا. فإتس ريلي نايس، يعني بتمنى أنها تتكرر. إحنا هنا اليوم جالسين نستفيد من الناس من حولنا، الناس كل واحد خاض تجربة، كل سيشن بيعتبر بالنسبة لنا إضافة، وجالسين نستفيد ونتعرف. الأخير يعني في أشياء ناقصتني ممكن ألاقيها في شركة ثانية أو شخص ثاني جالس قدامي على طاولة واحدة، فهذا شيء جميل. يعني ميكس اند منتر بلاتفورم رائع جدا صراحة، احنا اشتركنا في اكثر من ميكس اند منتر ودائما نتعرف على ناس جداد وبنحتك بناس بيعطونا خبرات، ورائع جدا صراحة. صراحة شخصيا انا مستمتع جدا بهذا اليوم، متعة كثيرة جدا، تطوعت بوقت كثير وحاولنا نساعد هذول الشباب والشابات ونعطيهم من وقتنا كيف يحاولوا يسووا شركات ناجحة ويتكبروا، من حيث انه كيف يسووا فريق العمل، كيف يعرفوا الشركات الكبيرة كيف تفكر. استمتعت جدا، اهني ومضى صراحة على هذا النجاح في اول تجربة لها في المملكة العربية السعودية، ونتمنى لهم التوفيق. خبراء كثير متواجدين موجودين معنا اليوم، متعة كثيرة وبالتوفيق. كمية المعلومات الموجودة الحمد لله ممتازة، المنتورز الموجودين او المشرفين الموجودين يعني ممتازين جدا، من افضل العقول الموجودة في السعودية، وكلهم متواجدين في محل واحد، يقدر الواحد يسألهم بطريقة سهلة، يعني سهل الوصول لهم، والنقاشات جدا مثرية.